مرحبا جميعا، معكم إليسار البعلبكي، نائبة أدلاء السياحة بلبنان. اليوم كنائبة عم نحتفل بعيد البشارة وبعيد السنة على دخولنا عالم الرقمي من خلال محاضراتنا عن بعد يلي بيسمحوا لنا نبقى على تواصل ونخلي رسالتنا يلي هي تعريف لبنان وأهميته وجماله مكملة رغم كل الظروف الراهنة والتباعد الجسدي. بحب ذكر اليوم إنه عملنا الثقافي بلش من 2011 لما رجعنا كلجنة ثقافية معي ومع نادين فغالي وبولا جميل نحيي هذه الحركة، وكان الحضور خجول جدا، لكن إصرارنا على المثابرة رغم كل شيء وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. منشكر كل من آمن معنا إنه الحياة أمل وعمل ومثابرة، وشكر خاص للجنة المستلمة الشعلة اليوم مع مارسيل صليبة رئيسة اللجنة، ريم عباني، ميرا خواجة، ألين بوعبدالله، كارينا الديسي والدكتورة نور فرح حداد يلي هي مستشارتنا كمان بشؤون المحاضرات الدينية، ويلي بفضلها اليوم قدرنا نجتمع حول مريم بعيد البشارة الوطني وثقافة المحبة والسلام، ويلي رح يحكي لنا عنه عن هالعيد الأستاذ ناجي خوري، أستاذنا يلي علمنا كيف نحب وطننا. أستاذ خوري هو مجاز بالحقوق من الجامعة اليسوعية، كاتب ومربي، رئيس الاتحاد اللبناني لرابطات قدامى المدارس الكاثوليكية، ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي وخريجات التعليم الكاثوليكي. قام بتنظيم احتفالات كبيرة ذات طابع وطني، أهمها احتفالات عيد البشارة اللي أدت إلى عيد الوطن المسيحي الإسلامي الواقع مثل اليوم ب 25 أدار. ولقاء هذا الإنجاز حاز سنة 2010 بكراكوفيا ببولونيا على الجائزة العالمية لسيرجيو فييرا دي ميلو لحوار الثقافات، وبسنة 2005 ألدوا قداسة البابا وسام القديس غريغوريوس الكبير برتبة فارس. اليوم هو بيشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية مكلف بمتابعة ملف الحوار الإسلامي المسيحي. أستاذ ناجي خوري، لنا الشرف اليوم حضرتك تكون معنا بهالنهار المبارك، نهار سيدة البشارة. عن جد ميرسي كتير لوجودك معنا اليوم، تفضل الكلام لإلك. حضرتك يمكن ميوت إذا بتحط الميكرو أون. مظبوط مظبوط. ميرسي اللي صار، أنا اللي بتشرف كون معكم وبتشكركم إنه أعطيتوني فرصة أحكي عن هالعيد بيوم العيد. بتشكرك وبتشكر نائبة الأدلاء السياحة، وبتشكر كتير نور فرة اللي كتير صبرت معي تنحضر سوا المونتاج أوديو فيجوال باوربوينت اللي راح تشوفوه، يعطيها العافية لأنه شغلتها ليالي وأيام الموضوع. يا جماعة، إذا منطلع بأصابيعنا الخمسة منلاحظ أنه ولا إصبع بيشبه التاني. إذا بتطلعوا على عيلة الإخوة، كل واحد بعقل شكل، بتفكير شكل، بطبع مختلف عن التاني. وعلى كل حال بتصور أنه العالم بيكون بيزهق لو كلنا كنا نشبه بعض. اللي بيقسمنا واللي بيخلفنا مع بعضنا كثير اشياء. نحن مختلفين ولازم ناخد اختلافاتنا كغنى مش كنقص. اذا لازم نفتش على الجوامع المشتركة. ما كثير بحب قواسم مشتركة، الجوامع المشتركة بيناتنا.
واكتشفنا، وبقلكم كيف هلأ بعد شوي، إنه مريم تجمعنا. مين هي مريم؟ مريم عند المسيحيين رمز الأمومة، وعند المسلمين نفس الرمز، رمز المحبة بلا حدود، رمز التواضع والوداعة وإنكار الذات، رمز خدمة الإنسان، رمز الإيمان بلا شك بلا جدل بلا خوف، رمز التضحية والتفاني، رمز الرحمة. عند المسلمين عندها نفس الصفات. الفرق إنه عند المسيحيين مريم تعتبر أم الله، وعندنا كتير بيوت لأمنا مريم بكل المناطق اللبنانية وبالعالم منتشرة. مريم بالمسيحية عندها أربع أعياد. عندها عيد البشارة ب 25 أدار، عندها عيد صعود العذراء أو الانتقال ب 15 آب، عيد ميلاد العذراء ب 8 أيلول، وعيد الحبل بلا دنس ب 8 كانون الأول. وهلأ بقولكم ليش سميت هالأربع أعياد هو الأعياد المهمة لمريم، في غيرهم كتير. الكوري دارس جان ماري فياني بيقول عنا: إذا تضرعت إلى مريم العذراء في وقت التجربة، ونحن بأيام تجربة، فستأتي حالا بمساعدتك وسيهرب الشيطان. شوفوا شو بيقول البابا فرانسيس عنا: إن مريم أمنا هي كلية الجمال لأنها الممتلئة نعمة. القديسة فيرونيكا بتقول كتير شيء كتير حلو: لقد أتى يسوع إلينا عبر مريم ويريدنا الذهاب إليه على الدرب عينه. والبابا يوحنا بولس الثاني: لا يمكننا أن نتكلم عن الكنيسة إن كانت مريم أم الله غير موجودة. الصفة الأساسية عند المسيحيين إنه مريم أم الله. عند المسلمين: أنا مسيحي مؤمن، وما كنت بعرف، وهلأ بعد شوي بخبركم القصة كيف بلشت، ما كنت بعرف إنه مريم عندها هالأهمية عند المسلمين. اكتشفت إنه مريم مذكور اسمها شخصياً مريم 37 مرة بالقرآن الكريم. سورة مريم وسورة آل عمران هن سورتين بالقرآن الكريم مخصصينهم لمريم، بيحكوا عنها. تعرفوا أنه بكل جوامع العالم أغلبيتهم موجود اسم مريم. فوق المحراب بيحطوا عادة آية: وإن دخل عليها ذكريا المحراب، وبيحكوا عن مريم. ما ننسى كمان أنه مريم في إيمان شعبي وتضرع لإلها من جميع الطوائف. رحتوا شي مرة على حريسة، شفتوا قدي في من غير المسيحيين عم يتعبدوا لمريم بشويت مغدوشة، وكتار من الأماكن، أماكن الحج اللي هي مخصصة لمريم وفاتحة أبوابها من لجميع الطوائف. في عدة مقامات مخصصة كمان لمريم. تعرفوا أنه عند المبرات في مبرة سيدة مريم بجوية بالجنوب، وبهالخصوص بريد حيي روحه للأستاذ محمد بسلماني يلي كان عبي رفقنا
وهو يدير الكورال تبع المباراه بكل اللقاءات تبعنا. هيدا خلينا نطلع اكثر بالقران وبالانجيل ونشوف اذا في اشياء تشبه بعض، اذا في ايات تشبه بعض. اكتشفنا انه في صوره بالقران الكريم، صوره آل عمران، وايه بالانجيل من لوقا بيشبهوا بعضهم، يتكلمون عن البشار. وهيدا خلينا نعمل أيقونة، هي أيقونة البشارة المشتركة بين المسيحيين والمسلمين. يحيي قدامكم على الشاشة. اللي بدي أقوله هو إنه هالنصين من القرآن ومن الإنجيل إذا قارناهم ببعضه وكأنه قاعدين لوقا والنبي محمد عم يطلعوا ببعضهم ينقلوا عن بعض عشوي هالآيتين منسوخين عن بعض. وبفضل مدام جويس صايف يلي وصت هالأيقونة الجميلة جدا اللي كتبتها مدام نهى إبراهيم جبور بال 2008، كانون الأول 2008، بفضلها عملنا هالأيقونة وصارت هالأيقونة عم تبرم العالم. ولمعلوماتكم إنه عادة المسلمين ما كتير بيتقبلوا فكرة أنه آيات قرآنية تكون يعني مرسومة أو مشكولة برسم. ولأول مرة هلأ أول سنتين صار في شوية ملاحظات جتنا صارت عادة. هل يكون هيدي عملناها على كبير 10 امتار على 7 وحطيناها كل سنة على واجهة جامعة باليسوعية بالإيوبية بالحكمة وحتى بالجامعة اللبنانية؟ الدكتور عدنان السيد حسين هو اللي طلب منا حطوها على واجهة الجامعة اللبنانية. أيقونة مريم هي من رموز لقاءاتنا. وب 25/10/2017 زرت الفاتيكان مع منظمة قدامى المدارس الكاثوليكية بالعالم وقدمت له هالأيقونة لقداسة البابا. مسك لي إيدي مثل ما شايفين بهالصورة، وقتها ذكرت اسم لبنان تقريبا الدمعة نزلت من عينه. قال لي كيفه لبنان؟ حكيته عن لبنان الرسالة، ابتسم ابتسامة رائعة وقال لي لازم روح على لبنان. وهي بعد فترة رح يزورنا ومنتأمل انه لبنان يكون تعافى شوي صغيرة من هالأزمات المتراكمة. إذن بدي انتقل للنبذة التاريخية تبع لقاء. بلشت القصة معي أنا ناجي خوري سنة 2000. أستقلكم أنه قدي العذراء تشتغل بكل واحد مني. وإذا كتار بيقولوا أنه محمد النقري وناجي خوري من مؤسسين، لأنه مش اثنيننا لوحدنا أسسنا لهالعيد، كل واحد حط إيده وكل واحد زيت حجر على مدماك صغير على البناء اللي عم نبني صرنا 15 سنة. للصراحة حوالي سنة 2000 ما بقى بتذكر تمام، بلشت أحلم، شوف حلم بالفرنساوي بيسموه سونج. أنا شخص
أنيماتور منشط لمشاريع لقاءات احتفالات. ومن أنا وصغير جرب أجمع الناس مع بعض، بقى صرت أحلم أنه بالجمهور، لأنه كنت أمين عام رابطة قدامى مدرسة الجمهور، كنت أحلم أنه على البلاتو دي بيرتيزن بالجمهور، يعني ملعب، في شابيتو كبير، خيمة كبيرة مبرومة، وجواتها في مدرجات، وعلى المدرجات في رجال ونساء من كل الديانات واقفين، وأنا لابس الجينز وواقف على الأرض عم بطلع فيهم، واقفين وعم بيصلوا كل واحد على طريقته، الشيعي، السني، الأرثوذكسي، الكاثوليكي، كلهم عم بيصلوا وعم بيطلعوا على نص الخيمة وعم بيطلعوا طلوع صوب ربنا، وكأنه صلواتهم عم بيطلعوا من نص الخيمة مثل كأنه بقمع، واصلين كلهم سوا دقمة عند ربنا، كل واحد على طريقه. وواقف الحلم هون، بفتكر حتى انه شفت يهودي بيناتهم. هيدا يعني انه كل صلواتنا بتقدر تطلع عند ربنا من نفس الطريق، وبيستقبلها ربنا بنفس القلب الواسع. فكان يراودني هالحلم ويرجع كل 3-4 أشهر، هو زيته كوبي بيست، خلق عندي نوع من هوس، وبلشت حوص، وكأنه العذراء عم بتقول لي ناجي شو ناطر تجمع تجمع الناس تيصلوا صلاة. وقف، وقف الحلم هون كل 3-4 أشهر، يرجع لتقريبا 2006. في نفس الوقت كانت العذراء عم تشتغل بمحمد النقر. محمد كان بفرنسا، مزوج مدام فرنسوية من سافوا، وعنده قناعة أنه مريم عنصر مشترك، وعم يعمل دراسات على الموضوع بين المسيحيين والمسلمين. رجع محمد على لبنان وكان مدير عام دار الفتح. تعرفت على محمد بواسطة صديقي السفير بسام طلب، اللي نحن كنا من زمان نشتغل سوا بمجال الحوار الإسلامي المسيحي. فتعرفت على دكتور محمد وصرنا نلتقى ونعمل مشاريع سوا، نعزم مسيحيين لعنده، يعزم مسلمين، وهيك تنتعرف شوي زيادة على بعض. فكانوا يشوفونا الناس كتير أوقات سوا، ننعزم على لقاءات، على محاضرات، ولاحظنا أنه في نوع من نادي اللي سميته أنا بالآخر نادي الحواريين، نادي من أشخاص، كلوب دي ديالوجيست، 100-150 شخص يتعاطون الحوار الإسلامي المسيحي، شغلتهم، بس كانوا ينظموا لقاءات تحت عناوين مختلفة، ولكن المضمون هو ذاته، يعني بيرجعوا بيرددوا نفس الأشياء، إنه منحب بعض وكل شيء، بعدة مناسبات وعدة لقاءات. وصراحة أنا حسيت من بنوع من كلوستروفوبيا. هنيك نهار كنا شيخ محمد وأنا معزومين على لقاء، قد ما هيك عبقت لأنه عم برجع أسمع نفس الأشياء، وأنا براسي وكنت عارضة للجنة الروحية لرابطة القدامى
من أكثر من سنة أنه لازم نعمل شيء مشترك بين المسيحيين والمسلمين، صلاة مشتركة. عبقت وطلعت من الاجتماع، بيلحقني محمد بيقول لي ناجي بك شيء؟ أنا كنت معبق، مسكت البوكس ولبته على كتفه، قلت له شيخ محمد ما بنقدر نصلي سوا؟ شوفوا قديه كنت محقوم. بيطلع فيي محمد وبيعمل هالابتسامة اللي بتشوفوها على هالصورة، بيقول لي يا ناجي ما في إلا سيدة مريم تجمعني. سيدة مريم؟ إنه شو خص سيدة مريم بالمسلمين؟ قال لي ناجي عندها أهمية بالإسلام أكثر ما معقول أنت تتصور. قلت له شيخ محمد عندنا اجتماع قريبا للجنة الروحية لرابطة القدامى، إذا طلبنا منك تساعدنا ننظم لقاء بتساعدنا؟ قال لي أكيد. رجعت للجنة الروحية وطلبت منهم مساعدة، طلبت منهم رأيهم أكيد، وكلهم صوتوا ما في إيد ما عليت. قلت لهم الشيخ محمد منه من قدامى الجمهور، نقدر نعزمه على الاجتماع. كلهم رحبوا بهالشيء. طلبنا من دكتور إبراهيم شمس الدين كمان يواكبنا بالمشروع. وباللجنة الروحية كان في جاك متا، روبير سيكياس، ما بدي انسى حدا، بس الجروب كان كتير كتير كبير. توفيق عريس كان يعني كان في جو مشاركة كتير كتير مهم. فعزمنا كمان دكتور إبراهيم شمس الدين، وكان معنا باللجنة الروحية الأب فاضل سيداروس، يلي هو كان الأب الإقليمي الرئيس الإقليمي للرهبنة اليسوعية. قلنا هيك بيكون محمد النقري الجارد فو السني، إبراهيم شمس الدين الجارد فو يعني الحاجز الشيعي، والأب فاضل سيداروس الحاجز المروني المسيحي. وإذا هلوسنا كتير وشردنا كل واحد بيقلنا لا يا جماعة هيدي ما بتمشي هون ما بتمشي هون ما بتمشي. وشوي وشوي باجتماعاتنا بلشنا ننظم الفورما تبع هاللقاء. ما كنا عارفين كيف بدنا نبلش، بشو بدنا نبلش، فبلشنا ننظم الفورما. وشوي وشوي كبر المشروع. دكتور إبراهيم شمس الدين بيقول لي ونيك نهار يا ناجي ما بحيق، وكل أسبوع كنا عنا اجتماع عدة أشهر، بيقول لي يا ناجي ما بحيقتي شفت مشروع عم يركب بهالطريقة وبهالسرعة وكأنه عم نحط مدماك فوق مدماك. بيقول له أكيد العذراء هي اللي عم تشتغل، نحن الأدوات هي عم تشتغل. قررنا انه باحتفالاتنا البطل الوحيد هي العذراء، ما منقدم حدا، ما منسمي حدا، الاسامي كلها موجوده بالكتيبات اللي منوزعها على الناس. عاده الاحتفالات بلبنان تمجيد وهو الذي وهي التي، ابدا. رجعنا بعدين عملنا هاللوجو. اللوجو بتطلعوا فيه بتلاقوا وج مريم اللي عم ينحني على البشرية وبيحضنها، وبنفس الوقت الهلال الإسلامي. وسمينا بعضنا، سمينا الفريق العمل معا حول سيدتنا مريم أنصامبل أوتور دو ماري نوتردام، ومشروعنا أخذ هالاسم. رجعنا بعدين قلنا اللقاءات بدها تكون مؤلفة من 20 مرحلة، والمراحل بتتواكب مسيحية إسلامية من عدة إذا بدكم من مختلف
طرق للتعبير عن محبتنا وإعجابنا بمريم وببعض، منكون عنا بكل لقاء ضيف أساسي نرجع نحكي عنهم هلأ، ونعمل دعاء مشترك. وهيدا هو الدعاء المشترك. دعاء المشترك كتب الشيخ محمد نقري، كتب أول موتور، أول مشروع للدعاء، رجع قري شيخ سني تاني، رجع عند خوري. المهم من بعد فترة وصلنا لهالدعاء المشترك اللي بيقدر يقري المسيحي والمسلم. وانتوا بتعرفوا انه الفاتحة والأبانة ما في مشكلة انه المسيحي والمسلم يقرون، اثنينهم بيقدروا يقرون. إذن بلشنا ننظم احتفالاتنا، وكانت الاحتفالات تضم حوالي 1000 شخص بكنيسة الجمهور. كانت الاحتفالات بكنيسة الجمهور، وأول احتفال مركزي نعمل ب 25 أذار 2009. كان في مداخلات، كان في موسيقى، أناشيد، صلوات، دعاءات، فتلات مولوية، مداخلات، كل أنواع التعبير. وكنا نعزم رجال دين من كل الطوائف، كانوا ينبسطوا يلتقوا كلهم سوا، نحطهم قدام ونبرزهم بركي، لأنه كانت لقاءاتنا تكون عبي بالصوة مباشرة على كل التلفزيون. ليش كنا نحط رجال ونساء دين قدام؟ لأنه العالم تعلق براسة صور، وصور التلاقي ورجال الدين من مختلف الطوائف، الأرثوذكس والكاثوليك والدرزي والشيعي والسني، الكل سوا عم يلتقوا وعم يصلوا بنفس الطريقة. هيدا شيء بيطمن الناس وبيريحهم. فكانوا كل التلفزيونات، تيليلوميير هي كانت تبس وتعطي سينيال لكل التلفزيونات. أول لقاء عملناه بال 2007 بمدرسة الجمهور وطلع على الهواء. نحن ما كنا عارفين إنه تيليلوميير بدها تبس مباشر، كانوا مفتكرين جاي تصور وترجع تبس أون ديفيري. طلعت مباشر، والسيربريز كانت المفاجأة كانت تاني يوم الصبح وقتها شفنا كل الجرايد عم تحكي عن مشروعنا على أول صفحات، التلفزيونات كلها عم تحكي عن الموضوع، وهجمت علينا الرسائل والمساجات. أنا وصل لي كميات، محمد كمان، كل فريق العمل اللي كان عم يشتغل على الموضوع، وصلنا مساجات من كل الأصدقاء، من كل الأحبة، إنه دخيلكم هيدا هو لبنان اللي منعرفه واللي منحبه. فإذا كنا نعمل لقاءنا تكتي شوي تحت، ناشي انت ميوت، صرت ميوت، لازم تحط الان ميوت. كمان اكثر ميوت لوحده سكر بعتذر. اوكي، اذا لقاءاتنا كانت من تقريبا شي 20 او 25 مرحله، وكان في دائما ضيف اساسي يكون موجود معنا. بدي اعطيكم فكره عن الضيوف وسميهم. هون في كم صوره
لضيوفنا. بال2007 الشيخ خالد الجندي، بال2000 هو من الأزهر الكريم، بال2008 سيد محمد حسن الأمين، بال2009 مونسيور سليم غزال الله يرحمه كان من أكبر مشجعين لهاللقاء، شيخ عمر خالد، بال2010 إجا رئيس ليش ولسا وعطيني الأيقونة يحو موجود معنا على الشاشة هون، الأب أدولفو نيكولاس بال2011، الأب أدولفو كان الأب العام للرهبنة اليسوعية، البترك الراعي بال2012، سيد علي فضل الله بال2013، وعلى فوقه بدي أقول أنه سيد علي فضل الله من أكبر وأهم المواكبين لمشروعنا، وبيضلوا يسأل وبيضلوا يساعد ويعطي الدعم اللازم، الأب ميغيل أخيل أيوزو ديكسوت يلي إجا من الفاتيكان مندوب من قديسة البابا، الكاردينال بربران، الريكتور دو لا موسكي دو ليون كامل قطان، الشيخ سليم سوسان ممثل، الأستاذ سعد الحريري دولة الرئيس سعد الحريري بال2017. إذن لقاءاتنا بالجمهور كانت من 2007 لل2017، وبال2019 عملنا لقاء كبير بالقصر الجمهوري. لقاءنا بالقصر الجمهوري كان عنده رمزية كتير كبيرة. هيدول اللقاءات بتشوفوا هون الدعاء المشترك اللي كانوا عبي بينشتوه. هلأ بعد شوي بدي أعطي أسامي الجمعيات المشاركة قبل ما أوصل على اجتماعنا بالقصر الجمهوري. نسيت أقول إنه بال2007-2008 تقريباً كنا وحدنا كجمعية قدامة عم ننظم هالموضوع. بعدين شوي وشوي بلشوا الجمعيات اللي هن أساساً عم يشتغلوا على هالموضوع واللي مهتمين بالمشروع بلشوا يتصلوا فينا ويعرضوا خدماتهم. بالآخر بلشنا بجمعية، صرنا اليوم أكثر من 30-35 جمعية ومجموعة تهتم بموضوع عيد البشار. الجمعيات تنقسم لاثنين، جمعيات مخصصة يعني سبب وجودها الحوار، وجمعيات من نشاطاتها الحوار. الجمعيات بدي سميهم لأنه كتير مهم. تعرفوا أنه كتار من الجمعيات مهتمة مباشرة بالموضوع، وإذا بقلكم 30 جمعية يعني مجموعة الأشخاص اللي عم يشتغلوا مباشرة حوالي 50، صرنا مثل عائلة وحدة منشتغل بالقليلة ما عدا النشاطات اللي منعملها على مدار السنة بالقليلة بكانون الثاني شباط وأزارة 3 شهور بنكون عم نجتمع بطريقة مكثفة سوا تقلكم أنه فعلا مشكلين عيلة. أول جمعية للصراحة جينا اتصال منا دربنا، هيدا مشروع العذراء عم توحي فيه. اول جمعيه قالت لنا انه بدها تشتغل معنا بالمشروع درب مالي. بال2009 جينا كمان اتصال غريب كمان كيف مريم تشتغل من جمعيه المبرات. هو اول جمعيتين فاتوا بالمشروع واكيد فرح العطاء مع ملحي. الجمعيات اللي تاخدوا فكرة صغيرة اللي سبب وجودها الحوار،
عامل ليحة فيها درب سرعة، درب مريم، مؤسسة أديان، حوار للحياة والمصالحة DLR، كلية العلوم الدينية، معهد الدراسات الإسلامية المسيحية، لبنان الرسالة، حركة لنلتقي، لقاء الاثنين، فرح العطاء، التسلح الخلقي، المنتدى العالمي للأديان والإنسانية، مؤسسة فكر التوحيدي المعاصر، نادي الشرق لحوار الحضارات، وفي غيره وغيره. بعد ما صار اتصال مباشر معهم، بس أكيد لازم أكثر وأكثر نشبك الأيد. الجمعيات اللي من نشاطات الحوار، أكيد رابطة قدام الجمهور، جمعية المبرات، الجمعية الخيرية الثقافية، جامعة الأنطونية، جامعة التعليمية المسيحية، جمعية سيدتنا مريم، جمعية ناوس. أنا بريد حيي نور اللي هي ناشطة كتير بمشروعنا، جمعية الفوكولاري، إفيزيا، حركة التجدد بالروح القدس، جمعية سيدة الأيقونة العجائبية، أم النور، رعوية الخريجين الجامعيين، إخوات يسوع الصغيرات، بدي ساردو جيزو، تيلي لوميير اللي عم تواكبنا من أول ساعة، مش بس بتصوير الاحتفالات ولكن بمقابلات عديدة عم تعملها على التلفزيون، جامعة اللبنانية الثقافية في العالم، الإصغاء لكوت حركة الشبيب الأرثوذكسية، المدرسة اللبنانية للضرير والأصم، الراهبات الكرمليات بالمشرف، جمعية المقاصد الإسلامية، المجمع الثقافي الجعفري، وكتار كتار الجمعيات. أكيد ما بقدر سمي كل الجمعيات. بال2007 قلت لكم أنه لقائنا كان عنده ترحيب كتير مهم، تحمسنا قلنا نرجع من عيده بال2008. وقتها لقينا هالتجاوب عند الناس، تشجعنا أنه نطلب من الدولة اللبنانية أنه يا جماعة ليه ما بنعمل عيد البشارة، نعمل منه عيد وطن. وساعتها طلبنا من الحكومة، كان رئيسها دولة الرئيس فؤاد السنيورة، قبلت، ولكن ما قبلت باليوم يوم التعطيل، يوم التسكين. كملنا بال2010، طلبنا بإصرار من الرئيس الحكومي الجديد، كان وقتها رئيس سعد الحريري، بعثنا له مكتوب ورا مكتوب، وبقدر كمان أعطي التحية للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي، حارس شاب محمد السماك، اللي كتير ساعدونا من جوا وحكيوا مع رئيس حريري. بدي حيي كمان دكتور ديفيد الصاير اللي كمان اشتغل كتير على إنشاء هالعيد، وبدي حيي خصوصا الوزير ميشيل قدي اللي عنده مصداقية كان مش طبيعي، فهو وقع معنا الرسالة اللي بعتناها لدولة الرئيس الحريري ولمجلس الوزراء. عملنا له زيارة لرئيس الحريري ب 16 شباط 2010، وكان مقتنع انه لازم يصير عيد مشترك للمسيحيين والمسلمين، وخصوصا انه الرئيس حريري كان عنده زيارة للفاتيكان ب20 شباط. طلعوا على التواريخ، 16 شباط عملنا له زيارة، 18 شباط انا كنت عند صديق لي قاعد بالبيت عم بحضر تلفزيون، ديري حط مشروع العيد على جدول اعمال مجلس الوزراء. 18 شباط صار اجتماع لمجلس الوزراء، واقر عيد البشارة كعيد وطني بعطل الناس فيه. كنت قاعد بتذكر قاعد بالبيت عم بحضر التلفزيون، بتلفن لي منير جبر من المجموعة من الفريق العمل،
بتلفن لي قال لي ناجي شفت شو صار؟ قلت له شو صار؟ قال لي طارق متري طلع هلأ على الأخبار على 7:30 قبل الأخبار وأعلنوا عيد البشارة عيد وطني إسلام المسيح. ما صدق طارت الساعة 8 تيرجعوا يعيدوا الخبر. بقدر أكد لكم أنه صرت أبكي مثل الولد الصغير، لأنه مشروعنا اللي عم نشتغل عليه من 2007 شوفوا بالسرعة السرعة اللي صارت فيها الأشياء 7, 8, 9, 10 4 سنين صار عنا عيد وطني مشترك إسلامي مسيح. والمرسوم بدي أقري لكم إياه بسرعة بناء على بناء على بناء على بمالكم شوي. تضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم كذا الأعياد والمناسبات العامة الفقرة السابعة التالية عيد بشارة السيدة مريم العذراء في 25 أذار ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الإمضاء ميشيل سليمان سعد الدين الحريري. وصار هالعيد عيد وطني مشترك بين المسيحيين والمسلمين. بال 2018 عملنا الاحتفال بالقصر الجمهوري. الاحتفال بالقصر الجمهوري لا نسيت شغلي كمان بدي اقولها. بعتذر للي عم يعمل الباوربوينت يعني بيهتموا بالباوربوينت. هيدا منظر من احتفال من الاحتفالات. هون الدعاء المشترك بنشوف الشيخ سامي أبو المنى اللي هو من مواكب الاحتفال و سوري عم يسكر لوحده اوكي. سامي ابو المنى في الاب بطرس عزار معنا كمان كان كمان عم بيواكب المشروع وقبله مسنيور مروان تيبت بير مروان تيبت. نرجع منشوف صورة الدعاء المشترك الشيخ سامي ابو المنى كان كمان عم بيواكبنا بهالمشروع وكمان الاباء الارثوذكس مسنيور كاتشيا. المهم انه كنا نعمل هالاحتفال المركزي وقت شفنا انه لازم كمان نظهر من الجمهور ونظهر من هالاحتفال المركزي تما يكون بس مناسبة وحدة عم يعيشوها المواطنين. بلشنا ندعي لاحتفالات جانبية بنسميها ايفينمون بيريفيريك بكل انحاء لبنان. وبريد سمي المناطق اللي كنا واللي بعدنا على كل حال عم ننظم فيها تتعرفوا انه اللقاءات الجانبيه وكل سنه عم يتنظم حول عيد البشاره شي 15 20 يوم بين ال 15 وال 20 لقاء جانبي ببيروت، بحارة حريك، بجزين، بالنبطية، بصيدا، بالصالحية، بطرابلس، ببعلبك، بالجمهور، بزوق مصبح، سن الفيل، مشرف، عرمتا، جونية، جبيل، جوية، نيحة، دهور شوير، عين عار، كسين، بعبدة، خيام، تعنايل، قرنة شهوان، النوبين، مرجعيون، مغدوشة، بعقلين. ونسيت أكيد كتير منهم لأنه صارت المبادرات هون. خلينا نرجع على الصورة تبع الصبايا المبرات. كان كمان بدي هيك تحية لأستاذ محمد مسلماني. كل سنة كان يألف أنشودة لمريم ويخلي هالصبايا الحلوين ينشدون باحتفالاتنا.
وكل سنة كمان كانوا يعملوا لهم تياب مختلفة ليكونوا هيك مشرقين بهاللقاءات. بدي خبر نكتة صغيرة. وقتها كان بترك، بتعرفوا بترك الراعي معود وقتها يفوت لمكان يسلم على كل الناس، هجموا عليه هالصبايا وصار يحط لهم البركة على راسه، وهني مبسوطين قد الله. تقلكن انه المحبة وحضور ربنا ومريم العذراء بحياتنا نعمة، ونعمة لازم نتكمش فيها. إذن هاللقاءات الجانبية كانت متعددة بكل المناطق اللبنانية، وبنقدر نشوف عدة صور. شوفوا هون كيف عبي هللوا بالضيعة وعبي رحبوا. هون نور حد اليافطة كيف عبي هللوا بالناس. هون بحارة حريك بفتكر بالقاعة تبع الكوثر كانوا عازميننا المبرات لهاللقاء. إذن بفتكر في بعد كم صورة من اللقاءات الجانبية منقدر نعرضها. هون إذا مني غلطان مغدوشي مع درب مريم، في دكتور حسن عبود بحييه كمان، في سامية علامي كمان، هون ما بعرف وين بركي بشوف. تقلكن انه لقاءاتنا بكل المناطق اللبنانية، والترحيب كبير بهاللقاءات. 2007-2017 اللقاءات كانت بمدرسة الجمهور. 2018 عزمنا فخامة رئيس الجمهورية لنعمل اللقاء بقصر الجمهور. الرمزية كتير مهمة، الرمزية كتير كبيرة، إنه نعمل هاللقاء بالقصر الجمهوري يعني بيرجع بيأكد رئيس الجمهورية لوطنية هاللقاء، ولكون هاللقاء جامع لكل اللبنانيين بالقصر الجمهوري. وناخد شوي فكرة عن هاللقاء اللي كان كتير جميل. بنقدر نعرض الصور. هوني الكلمة اللي أنا ألقيتها، نسرع بركي شوي لأنه كبير. هوني الشيخ خالد يموت. الشيخ خالد يموت عبي واكب لقائنا من أول نهار، وهو اللي بيعمل الدعوة للصلاة وبينشد الله أكبر بأول اللقاء. ومن رموز لقائنا هو دق الجرس وانشودة والله أكبر. هوني بفتكر بيرتوفيق معتوق مع أو الأب رحمة مع الأنديو، كورال الأنديو، يا بيرتوفيق معتوق مع الأنطونية. على كل حال أغلب الكوراليت المهمة بلبنان شاركت بموضوعنا. شوفوا الصبايا الحلوين من جمعية المبرات اللي شاركونا كمان هاللقاء، الله يرحمه محمد مسلماني كان بفتكر آخر لقاء لإله قبل ما فرقنا بذبحة قلبية. هون كمان شوفوا الأيقونة اللي حطينا على الخلف. وبقدر لكم انه بهاللقاء ما كان فيه ولا مداخلة سياسية، لقاء كان ساعة وكان فيه تقريبا شي 15-17 مرحلة، وكان اكيد البث مباشر على التلفزيون. بعد في صور لهاللقاء،
هيدي بالآخر الدعاء المشترك كل الطوائف سوا. مسنيور عودي كان دايما يكون عنده مندوب، وبآخر اللقاء مثل العادي للضيف الأساسي للقاءاتنا منقدم الأيقونة المشتركة المسيحية والإسلامية، ومنشوف الشيخ محمد أنا عم أقدم له لفخامة رئيس هالأيقونة مع الشيخ سامي أبو المنى اللي دايما حاضر بلقاءاتنا. بال 2019 عزمنا الرئيس الحريري على السرايا الكبير، وكان لقاء جامع وحلو كتير. للأسف رئيس حريري إذا بتتذكروا كان عنده وعكة صحية، بفتكر كان مجبور يعمل بالون بقلبه وجبر يسافر قبل البلايدة بسرعة على فرنسا تيعمل البالون، وكانت عم بتمثله الست بهية الحريري. لقاء كان كتير حلو، نقدر نفرجي شوية صور عنه. هون كمان الدعاء المشترك، كمان الانطباع كان كتير منيح، كان كتير حلو. وهون دكتور إبراهيم شمس الدين اللي دايما بيجي بيعطي البركة إذا بدكم للقائنا، وهو من المتحمسين الكبار لهالمشروع. أهمية وجودنا بالقصر الحكومي هو أنه كمان تنكون بالمركز السني الأول، وكمان تنكون بطريقة من الطرق. عم نتشكر الرئيس حريري على مساعدته لإنشاء العيد معنا. بعد في صور هلأ بال 2020 تفضلوا شو صار فينا. بلش الوباء وطلبنا من الناس يحتفلوا بطريقة فردية كل واحد بمنزل، وأزعنا حطينا بيان، عملنا بيان نقدر نقرأ البيان إذا بدكم. صدر عن اللقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم البيان الآتي: نظراً لظروف الصحية العامة السائدة في لبنان، قررت الجمعيات المشاركة في اللقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم إلغاء بصورة استثنائية الاحتفال المركزي لعيد سيدة البشارة في 25 أذار من هذه السنة، كما وأنه تقرر إلغاء جميع اللقاءات الجانبية للمناسبة عينها. نتضرع إلى الله تعالى وبمحبتنا لمريم البتول التي تجمعنا مسلمين ومسيحيين أن يحمي لبنان والعالم من كل الشرور والألام. وبهذه المناسبة يدعو اللقاء إلى تخصيص مناسبة بشارة للتأمل والدعاء والابتهال والصلاة. هيدي كانت بال 2020. السنة ما كنا بقى بنقدر نكتف إيدينا، ولازم بالإمكانيات المتاحة لنا نعبر عن أهمية هالعيد. نظمنا عدة لقاءات كانت على الويبينار، وكان عندنا إطلالات على الراديو وعلى التلفزيون، على راديو لبنان، على الأو تي في. صار في لقاء بالدكواني مباشر من بدعوة من نادي الشرق لحوار الحضارات. صار في كمان لقاء زوم نظمته دكتورة علا صقر. تيلي لوميير خصصت لنا كمان برنامج. أديان ودي ال ار ودرب مريم نظموا مبارح كمان لقاء زوم. تيلي لوميير كمان دعتنا، واليوم كل نهار خصصته لهالمناسبة. بكرة عندي إطلالة على تيلي ليبان، الويبينار تبع درب مريم اليوم، الويبينار تبع جمعية لنبني سواء،
الويبينار هلا، وبقدر اقول انه الليله الساعه 9 راح يكون في رساله بعتها على بولونيا بهالخصوص. ما بعرف اذا كان لازم احكي عن الموضوع هلا او بعدين. هيدي بدي اقول قبل ما نجي على المبادئ والاهداف، بدي اقول انه من اهمية هالعيد انه صدرني خارج لبنان، وصار هالعيد ببولونيا، بفرنسا، بمالطا، بالأردن، ببلجيكا، بإيطاليا، ما في. إذن عم ننطلق بثقافة جديدة مريمية إسلامية مسيحية. هلأ من بعد اللمحة التاريخية بدي أحكي عن مضمون العيد وأسباب. أنا كتير كتير بحب أقول إنه بكل مسيحي بلبنان في قطعة مسلم، وبكل مسلم في قطعة مسيحي. ما تنسوا إنه صرنا قرون عايشين سوا، وبهالحياة اللي عايشينها سوا صرنا شوي وشوي نكتسب عوايد بعضنا، فحلينا على بعض وما منحل عن بعض. ودراسات الأخيرة بتدل إنه اللبنانية عندهم نفس الـ DNA، نفس الـ DNA. فنحن أساسنا كلبنانيين الجذور نفسها. فهالعيد منه عيد ديني. يعني أول ما طلعنا فيه طلعت صرخة إنه عند بعض المسلمين إنه شو عم تخترعوا لنا دين جديد. تعرفوا إنه عند المسلمين في عيدين بس، عيد الفطر وعيد الأضحى بس، فقط لغير. فسرنا لهم إنه هيدا منه عيد جديد ديني، بس عيد وطني ذو طابع ديني. عم نتعلم بهاللقاء إنه لبنان عنده دور كتير كتير مهم. ما ننسى إنه إذا اللبنانيين، إذا المسيحي مسيحي بآخر أوروبا، إذا البابا مسيحي، لأنه نحن مسيحية قبل، سيد المسيح عيش على أرض بهالمنطقة، إذا المسلم مسلم بآخر أندونيسيا، لأنه نحن إسلام قبل، محمد عايش بالجزيرة بمنطقة، إذا اليهود يهود بآخر أمريكا، لأنه نحن يهود قبل. فرسالة لكل العالم، إذا بدكم أنه يعم السلام بين الديانات، ما تتعذبوا كتير تنظموا أشياء وتحلوا مشاكل من برا. أولاً إذا فعلاً مسؤولين عن العالم بدهم أنه السلام يعم بالعالم، بكل صراحة عذروني قول يحلوا عنه. إذا ما بيقدروا يساعدونا يحلوا عنه، نحن بنعرف ندبر أمورنا سوا. إذا انحلت العلاقات، يعني ضبطت العلاقات بين كل الديانات بمطرح ما خلقت هالديانات، بأساس بالأرض المنشأ تبع هالديانات، ما بقى في سبب إنه يصير في خلاف بغير مناطق، على الأقل المناطق يلي فيها الديانات، العايشة فيها الديانات الموحدة الثلاثة. فدور لبنان كتير مهم، ومشان هيك قديسة البابا قال إنه لبنان أكتر من وطن، هو رسالة للشرق كما للغرب. إذن منه عيد دين، نتعلم فيه قبول الآخر كما هو،
يعني هدفنا مش إنه المسلم يصير مسيحي والمسيحي يصير مسلم. مش راح نشد كل واحد مثل بالدكاني، كل واحد يصير يشد الحبل اللي عنده. لا، بدي أقبلك، أنا بحبك، بدي أقبلك مثل ما أنت، وتطلع فيه بمحبة، وتطلع فيه بإعجاب. بدي أقبلك مش مثل ما أنا بدي إياك تكون، مثل ما أنت. بدي أقبل معتقداتك، طقوسك، عاداتك، اختلافات اللي موجودة بيناتنا. بدي خبر، بدي أعطيكم هيك اكزامبل صغير. كنت مرة بالهند مع جاك متى، كمان بحيي لجاك، ومع بير دالمي الله يرحمه. كنا بمؤتمر لقدام المدارس اليسوعية بكالكوتا بالهند. نعزمنا هونيك ليلة عند شخص من ديانة زاراتوسترا. فهيدي ديانة فيها 160 ألف شخص تقريبا، بين إيران وروسيا والهند. تعرفوا أنه بيأمنوا بالإليمان، النار والمي والهواء، كديرين العالم. هم بيعبدوا هالإليمان. وقتا عزمنا وصلنا لهنيك، عامل أبريتيف، عامل هيك كيس صغير بجنين. كان في شو نهار، حطت لنا بجنين موائد نار، موائد فحم. تيري شو هيدا؟ حضور الإله، حضور النار. طلعنا على البيت على العشاء، فتنا على البيت، بلشنا نطبش بمي. كان في مي على الأرض. هيدا حضور كمان الإلماء اللي هو مي. وكنا بجنينة بحضور الهواء. فصرنا نكتشف ديانتهم، وعم نلاقي إنه فعلا عندهم روحانية كتير مهمة. اكتشفنا، زرنا معبد سيخ، فتنا على المعبد، صرنا نشوفه عم بيهوي بمروحة. كل واحد عنده طقوس مختلفة. بتعرفوا انه البقرة بيعبدوها بالهند. ما بتقدر البقرة اذا عبتقطع الطريق بيوقفوا كل السيارات، ما حدا بيقدر يشارع. نعم، هيدي معتقداته. انا بدي اقبلك انت باختلافك بمعتقداتك. المهم انه تكون روحانيتك طالعة صوب فوق مش نازل صوب تحت. المهم انه انسانيتك تكون بالمحبة والاحترام. كل واحد عنده طريقة تعبير لدينه، وهدفنا انه نحترم بعضنا البعض ونتعرف على ديانات بعضنا بعض. وبرجع بكرر انه الانسان بيكره يلي بيجهل. سمعت هيك زدت على الافكار تبعي. التنافس في الخدمة والمحبة. كنا بويبينار هذيك الساعة وحكيوا عن التنافس. يا ريتنا منتخانق على الخدمة والمحبة. شو أهداف لقائنا؟ تما أخر عليكم. أهداف لقائنا هي الحماية من التعصب والتطرف. بدي خبر كمان خبرية صغيرة صارت مع طبيب صديق لقلي، طبيب نفساني. عم نحكي عن عيد البشارة وصار يضحك.
قال لي يا ناجي في تعصب مش طبيعي بهالبلد، شو صار معك ميشيل؟ بيقول لي ميشيل، قال لي في مريضة مسلمة اجت عم تتحكم عندي، عم يحكوا سوا بالمناسبة. بتقول له بتعرف حكيم، انا ماني متعصبة على الخالص، البرهان انه انا جاي اتحكم عندك، هو مسيحي ومسلم. انا بعتبر انه هيدا هو التعصب بحد ذاته، بمجرد انه تكون فكرت انه هي المسلمة عم تعمل انجاز كبير انه تروح عند طبيب مسيحي وهي منا متعصبة. هي متعصبة ونص، وهيدي الاشياء اللي بدنا نشتغل عليها ونحرمها. وبعدين بدي اقول انه اليوم اذا بنطلع على القرن الماضي ومنشوف قدي كان في حروب بالقرن الماضي، الحربين العالميتين، الفيتنام، الكمبوج، حرب الخليج، فلسطين، العراق، ليبيا، أفريقيا، ما في قرن من العالم، ما في قرن من العالم ما كان فيها حرب من أول القرن لآخر القرن. بفتكر إنه حلنا اليوم نعبر من ضفة لضفة، إنه الإنسانية اللي تعبت من كل هالحروب ومن كل هالأذى، من كل هالستريس لأي أسباب، لأسباب اقتصادية ولأسباب تنافسية ولأسباب غيرة وهيمنة، خلي هالإنسانية تكمش إيدين بعضها وتقطع من ضفة لضفة، وخلينا نبني سوا حضارة المحبة والاحترام. بدي أقول والسلام أكيد. بدي أقول إنه هذيك اليوم على الأو تي في هيك نحن وعم نعمل مقابلة أنا والشيخ فؤاد خريس، كي طلع براسي كل ما نقول كلمة هيك مهمة موكلي، طلبت من حبيب يونس اللي كان عم ينظم هالمقابلة إنه يسجل. طلعوا معنا 5 موكلي كلمات أساسية: المحبة، السلام، الأخوة، الاحترام، والفرح. الإنسان موجود تيفرح. ديناتنا دينات فرح. والتطرف ما بيعرف لا محبة ولا سلام ولا أخوة ولا احترام ولا فرح. وعلينا نشتغل على هالموضوع. النتائج خلينا نشوفها سوا بسرعة. من 2007 ل 2019 صار في 13 احتفال مركزي، 11 بالجمهور، 1 بالقصر الجمهوري، 1 بالسرايا الحكومي، و1 على المتحف طلب فيه السفير البابوي قبل ما يوصل قديسة البابا بنديكتوس على لبنان. 2 نظمنا حوالي 150 ل 200 احتفال بكل المناطق اللبنانية. 3 صدرنا العيد لخارج لبنان، لبولونيا، وبولونيا كل سنة بعيد. فرنسا في 10 احتفالات من باريس للومبو لليون لغير مناطق بفرنسا، ببلجيكا، بأفريقيا، بإيطاليا. الأردن صار 3 سنين وبيعتبروه احتفال وطني، يعني عم يجي ممثلين رسميين للمسؤولين بالأردن، لجلالة الملك وللوزارة، وبيعتبروه. وبحيي هون الأب رفعت بدر اللي عم ننظم نحن وياه هاللقاء، والشيخ محمد وأنا عم ندعى كل سنة. جمعنا سنة الماضي الصديق منير جبر، عم ندعى كل سنة لا يكون عنا مداخلة بهالمناسبة. مثل ما قالوا انه بال2010 وقت صار في العيد الوطني، شيخ محمد وانا عينونا هون بلونبون، الصورة اللي شفناها قبل.
ايوه هون بلونبون بفرنسا في مجموعه كمان مسميه حالة انصابل افيك ماري، وعم ينظموا احتفالات كمان كل سنه بالمناطق الفرنسيه. اذا كان عندنا الشيخ محمد وانا هيك شرف انه نكون بال2010 من اللي سلمونا جائزة سيرجيو فييرا دو ميلو لحوار الأديان والحضارات. الفكرة عم تنتشر أكثر وأكثر. بدي أقول لكم أنه وقت أطلقنا هالمشروع كان في كم جمعية عم تشتغل على موضوع التلاقي الإسلامي المسيحي. اليوم في أكثر من 50 جمعية، منهم شي 30-35 عم نشتغل سوا ضمن مشروع مع حول السيد الثمانية. الأهم أنه انتشرت ثقافة مريمية مشتركة وتعدد طرق التعبير، صلوات، دعاءات، ما بقى نعد. وقفنا عد أناشيد، تراتيل، أغاني، عملنا حفل زجلية باليسوعية، تعابير جسدية، إكسبريسيون كوربوريل، فتلات مولوية، درويش تورنار، مداخلات، شهادات، دواوين شعر، قصائد، كتب، أطروحات، محاضرات، مقالات، ما بقى عندهم. يعني بعض الأطروحات أنا شخصياً طلبوا مني أنه ساعدهم ببعض الأطروحات. زيارات حج، خصوصاً دار مريم عم بتنظم هالزيارات الحج. رسوم، لحود، حلوة البشارة، منتدى العالمي كمان نظم حلوة، عمل حلوة البشارة، وبفتكر على تليليبان كانوا عم ينشروها اليوم الصبح يا بكرة الصبح، عم بيعلموا الناس كيف بيعملوا حلوة البشارة. هي نوع من كعكة بس على الفورما تبع اللوجو تبعنا. وما ننسى كمان انه في سايت اقاموه المرشدات السياحيات هولي ليبانون، يلي عم بينظموا مشروع، عندهم مشروع رائع للسياحة الدينية بلبنان. وعلى كل حال من اهم المشاريع اللي بنقدر نطلقها بلبنان السياحة الدينية. كلمتين عن المستقبل، نظرة نحو المستقبل. أولاً إنجاز كبير أنه نكون عملناه عيد وطني، وهيدا الفضل لجميع اللي اشتركوا بهالاحتفال. إيد واحدة ما بتزقف، والتعاون بيناتنا كله كتير كتير مهم لنقدر ننجح سوا، لأنه سوا منروح أبعد وأسرع. إذن أنا بدعي لتوحيد القوى. من النتائج كمان أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، يلي هي أخذ القرار بال2019 بالجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهي كناية عن جامعة بكل معنى الكلمة، بدها تجمع كل المفكرين واللي عم يعملوا دراسات على الحوار بين الأديان، وعم بدها تجمع كل الطلاب يلي بدهم يجوا يتعلموا عندها، ياخذوا شهادات من الأمم المتحدة ومن لبنان، وينشروا ثقافة الحوار والتلاقي بالعالم كله. مشروع من المشاريع تبعنا انه انشاء مركز مريمي إسلامي مسيحي، يكون في مصلى مشترك للمسيحيين والمسلمين، متحف لنجمع كل هالثقافة. أنا عندي بالبيت صار في شي 10-15 لوحة إسلامية مسيحية، تنجمع فيه كل هالتراث الإسلامي المسيحي المريمي، قاعة محاضرات ومؤتمرات. كنت عم نظم بلش نظم مع مجموعة كبيرة مؤتمر شبابي للعيش معا، وبتأمل أنه وقت تروق الحالي
بدنا نرجع هالمؤتمر ننظمه بكل المناطق اللبنانية بضم حوالي 300 شاب وصبية. مع البرلمانتير الأرثوذكس عم ننظم دعينا لاجتماعات عمل بعد شهر للأستاذ غسان مخيبر وأنا عم نشتغل على مرصد العيش معا. لازم يكون في بلبنان مرصد العيش معا، وهن مستعدين مؤسسة الجمعية البرلمانتير أرثوذكس بالعالم كله مستعدين انه يعطونا الدعم اللازم، الدعم المعنوي والدعم السياسي والدعم المادي كمان. في حديقة مريم بفهم بالمقال تبعه لشيخ محمد انه عنده حرقة انه حديقة مريم ما قدرنا نطلق هالمشروع، لازم نرجع لانه هيدا قرار صار من اخذته بلدية بيروت، وفي طابع خاص كنا عم نفكر نطلقه بمناسبة هالعيد. المشاريع كتيرة، المهم انه يروق بالنا ونقدر سوا نتعاون اكتر واكتر لننشر مع بعضنا بلبنان اولا، لانه نحن بحاجة لهالروحانية هيدي، وننشر بالعالم ثقافة الحوار والتلاقي والمحبة وسقف السلام. وأنا بتشكركم، بعتذر بركي طولت عليكم، قالوا لي ساعة فكر الجواز شوي صغيرة هالساعة. ناجي نحن بدنا نتشكرك على هالمداخلة الحلوة الواضحة والأكيد قريبة من القلب، يعني أهم شيء يعني نحن اليوم عم نحكي عن المحبة والسلام، وهيدا هول القيم اللي بتجمعنا أكتر شيء بتصور خصوصة بهيدا العيد. أنا بدي أتشكرك أول شيء على وقتك لأنه قطع الوقت وما حسينا فيه. أكيد بتصور رح نفتح أكيد مجال للأسئلة، بس قبل كمان ما نفتح مجال للأسئلة أكيد بركي عندكم سؤالات، ونحن أكيد بنرحب بسؤالاتكم، وبتصور إنه الأستاذ ناجي هو مستعد يجاوب على كل الأسئلة. بس بدي أذكركم قبل ما نبلش بالأسئلة، لأنه بعرف إنه بعدين في أشخاص بركي يفارقونا، بدي أذكركم إنه جمعة الجاي عنا لقاءين سوا. عنا لقاء نهار الاثنين ب 29 آذار، يعني مثل العادة على الساعة 6 نحن رح نلتقى مع الدكتور هدى نعمي. دكتور هدى نعمي مثل ما بتعرفوا عودتنا كمان على مداخلات شوقة، كمان رح تحكينا عن مسالك الأخوة الإنسانية لتاريخ جديد غدا. كلكم أكيد معزومين تشاركونا بهذا اللقاء. وأول نيسان، وهي منا نكتة، أول نيسان خميس الجاي رح يكون عندي أنا مداخلة لإلكم. إذا بتتذكروا بأول المحاضرة ذكرتكم رئيستنا اللي سار بعلبكي إنه نحن عم نحتفل هيدي أول سنة لنشاطاتنا عبر زوم للمحاضرات. كمان إذا بتتذكروا أنا هديك السنة أطلقت كمان من أول المحاضرات كانوا زيارة افتراضية لسبع كنايس. نحن خميس الجاي رح يكون نهار الخميس، إذا منتبهين خميس زيارة سبع الكنايس. بقل بقترحوا مع عليكم إنه نزور سبع كنايس سوا بضيعة لبنانية. رح اختار عدة ضيعة لبنانية هي غنية بعشرات الأماكن الدينية، تأعطيكم أفكار إذا بتحبوا تتجولوا بعدة مناطق لبنانية لتزوروا سبع كنايس بمناطق مختلفة بلبنان. بقى مدعوين جمعة الجاي هاللقاءين، نهار الاثنين لكينا ونهار الخميس، اثنيناتهم ساعة 6.